النهاردة معانا مساء الخير واهلا بيك. مساء النور، اهلا بيكو. كل سنة وانتم طيبين عشان عيد الفن. لا ده كل سنة وحضرتك طيبة طبعا. والحقيقة انه كتير من الناس يمكن الصغيرين شوية اللي ما حضروش عيد الفن يمكن مش مستوعبين هو كان عيد الفن ايه اللي بيحصل فيه. فكرة انه عيد الفن يرجع مرة تانية بعد اكتر من 30 سنة، خلينا نقول على مستوى الفنانين، على مستوى يسرى شايفة ازاي؟ انا هقول لك، انا حضرت عيد فن مرة واحدة في حياتي. كان الرئيس أنور السادات الله يرحمه هو اللي كان عامله، فأنا كنت قاعدة بعيد وكنت عايزة أشوفه بحقيقي، ما كنتش عمري شفته، فمشبعتش، بس شفت كمية ناس بتتكرم مهمين جدا جدا في تاريخ السينما، يعني ربوا الوجدان وربوا الانتماء بالنسبة للشعب المصري. الفن أهمية إن حكومتك او دولتك او بلدك بتبقى مراعية قد ايه الفن والفنانين وحرية الابداع وحرية الفكر، هنا دي بتبقى من اهم الاشارات انك انت دولة متطورة ومهمة وعبقرية وعلى صلة بالعالم، لان السينما هي مرآة المجتمع اللي انت عايشة فيه، والسينما بتترجم كل لحظة كل حاجة بتحصل حتى لو ما اتكلمتش كتير في الموضوع. صحيح، بس صحيح كنتي بتقولي الحقيقة انه الدولة نفسها ترعى الفن، ده ليه دلالة. والحقيقة انه السنة دي زي ما كنا بنقول حضور سيادة الرئيس مستشار عدلي منصور النهاردة اول رئيس جمهورية، لسه كنت هقول اول رئيس جمهورية، انا لسه كنت جايلك في الكلام. انا على فكرة يعني انا لسه كنت عايزة اقولك ايه، ان احنا كفنانين فخورين بفخامة الرئيس الجمهورية، ان هو مقدر الفن والابداع والفنانين لهذا القدر. انت النهاردة هتشوفي اهم ناس في تاريخ السينما المصرية بيكرموا، سواء كانوا احياء ربنا يديهم الصحة وطولة العمر يا رب، او رحلوا عننا زي السيد رشدي أباظة اللي هو عمره لم يتكرم او ما حصلش اي تكريم في حياته، ده علامة من علامات السينما المصرية. يعني ان فخامة الرئيس جاي لنا في عق دارنا اللي هي الاوبرا، ده شيء بيخلينا احنا نفتخر. انت هتشوفي قوة مصر في فنها النهاردة، واتمنى ان طول الوقت اللي جاي ان شاء الله اتمنى ان الفن يرجع بقوته كما كان، لان ده بالنسبة لنا احنا هو اللغة اللي هي ربطت او دفرت محبة العالم العربي ببعض. صحيح. والوطن العربي.